وردت التي كان ستسرد في كلمته والتي أود أن نطلع عليها جميعا، وهي أولا استمرارية هذا المهرجان، وأن هذه المهرجانات التراثية هي مهرجانات الحمد لله منذ 5 سنوات وهي تنظم بانتظام في مواعيدها في كل سنة. ثانيا أن هذا المهرجان ليس وحده، وإنما هناك سلسلة من التظاهرات العلمية والملتقيات الفكرية والمهرجانات الفنية التي تستغرق السنة بتمامها، والتي تعبر عن سائر الهواجس وسائر الاهتمامات الفنية لساكنة مدينة فاس وللمغاربة عامة. فهناك المهرجان الأندلسي، هناك مهرجان السماع والمديح، الملحون، الثقافة الأمازيغية، الثقافة الصوفية، إلى غير ذلك من الملتقيات والمؤتمرات التي تمتد على مدى السنة بتمامها. هذه الحصيلة يستحق عليها المجلس البلدي لمدينة فاس كل تصفيقنا الحار. وهذه الحصيلة الثقافية تدل أيضاً على أن هذا المجلس قد اتخذ من الثقافة وسيلة وقاطرة لتنمية المدينة. فمدينة فاس هي مدينة مثقفة، مدينة روحية، مدينة مقدسة كما يلح السيد الرئيس على ذلك، وبرامجها ينبغي أن تسير في هذا الاتجاه، والحمد لله هي سائرة في هذا الاتجاه. لن أطيل عليكم وننتقل إلى فعاليات هذا المهرجان. فقبل قليل كان لنا شرف وكانت لنا متعة لمشاهدة وافتتاح معرض تشكيلي لمجموعة من الفنانين والفنانات المغاربة المتميزين، فهناك الأستاذة ربيعة الشاهد التي أتت من مدينة السطات لتقدم لنا أعمالها الرائعة، هناك الأستاذة زهرة الزيراوي التي أتت من الدار البيضاء لتقدم لنا تجربتها الفنية الناضجة أيضا، وهناك الفنان حسن جميل مدينة فاس الذي أيضا تمتعنا بلوحاته. والآن نصل إلى الأساس أو إلى الفترة الفنية من هذا المهرجان، والافتتاح طبعا هو افتتاح رائق ورائع وجيد، لأنه مع جوق رائق ورائع وجيد، وهو جوق المرحوم الحاج عبد الكريم الرئيس. محمد بريول وبعضية نخبة لامعة من الأساتذة الموسيقى، من أساتذة الموسيقى المتمكنين. الجو منذ بدأ مسيرته الفنية أضاف إلى هذا اللون الفني الرائع الذي تعتز به مدينة فاس الكثير من الجودة ومن الثراء ومن الغنى، فتحية لهذا الجوق. في هذه الأمسية بميزان قدام بميزان قائم ونصف للاستهلال، فمع جوق الحاج عبد الكريم الرئيس برئاسة الفنان سي محمد بريول.
بحق. Thank you.
Oh.
Yes, they know.